عندما أنظر إلى عيني الآنسة إيمان أصبح طائعا لها دون أن أدري، وأقول لها نعم بسهولة. إن لم أغير هذا الواقع سأكون ولدا مقيدا. يمكنك الانتهاء من درس اليوم بعد حل هذه المسألة. ماذا؟ ألن توافق على ذلك؟ أجل، قلت نعم مرة أخرى. لا تقف من مكانك قبل أن تنهي واجبك. لكنك قلت أن مدة الدرس ساعتان. اليوم مميز. لقد قطعت الشجرة يا عصام، ولا يمكنك الخروج من النافذة. عصام بعد إشارة الدخان؟ طبعا سيأتي، وضعنا قانونا خاصا أن نجتمع مهما كانت الظروف. أجل، قال إنه سيحضر، ربما انتهى من ساعة الدرس. بحاجة لمزيد من الأصابع، هذا مدهش بالفعل. إنها إشارة دخان، إنهم بانتظاري، يجب أن أذهب إليهم. كل هذا دخان الكثيف ولم يحضر عصام. سوف يحضر الآن، فهو لا يخلف وعدا. لكن أنت تعرف أن الآنسة إيمان حازمة. اجتماعنا بعد رؤية إشارة الدخان هو احتفال تقليدي لنا. هي ماهر، لما لا نبدأ من دون عصام؟ هيا لنبدأ. مستحيل، لا أحب فريقنا دون عصام. هذا صحيح، فعصام هو نائب رئيس فرقة الإنقاذ. النائب أو غير النائب هذا لا يهمنا. لا تتذمر، زيدوا كمية الدخان. هل تريدين بعض الشاي؟ شكرا لك. عندي فكرة أفضل من أجل عصام. من أجل عصام. وماذا فعل عصام؟ إنه ذكي جدا يا خالتي. عندي فكرة، سوف أحضر لهم بعض الحلوى. من خلال درس أمس أدركت أن عصام يفهم من أول كلمة. كنت أعرف ذلك. لكنه لا يستقر في مكان واحد. حقا؟ إيمان أحدهم فتح الباب. هذا غريب، أنا متأكدة أني تركته مغلقا. لن يفتح. ماذا سأفعل الآن؟ أؤكد أني في المطبخ، هذا يعني أني أستطيع أن أستخدم السكر المحروق. ماذا تفعل عصام؟ هل أنهيت المسألة الحسابية؟ أنا أرتاح. حقا، ولكن لا فائدة من تناول الطعام خلسة عصام. فهمت.
لكن إذا تناولت الكثير من الحلوى دائما ستصاب أسنانك بالتسوس. لا أنا بخير، أنا فخور بأسناني ومعدتي. انظري إيه؟ ستعرف النتائج لاحقا عصام. هيا انتهى وقت الراحة، أكمل فرضك في غرفتك. حسنا. انتبه عصام. نعم آنستي. إنه حقا لا يستطيع الصبر. ماذا يفعل ماهر والأصدقاء الآن يا ترى؟ أنا محتار بهذا الدرس. لذيذ. سمر هيا عصام هيا. انظر هذا، لا أراها. آنسة إيمان لقد انتهيت من الدرس. أنجزته بسرعة، هذا غريب، دعني أرى. رأيتي؟ ممتاز أليس كذلك؟ بالفعل إنه ممتاز، والخط جميل جدا. أنا عصام عليك حل مسألة أخرى قبل الذهاب للعب. لماذا يا آنسة إيمان لماذا؟ ماذا تقصد عصام؟ لأن... هل أنهيت حل المسألة بنفسك؟ أجل أنهيتها بنفسي. إن كنت على حق يمكنك أن تحل مسألة أخرى. هي سامر، لم يحضر عصام بعد. أجل لم يحضر، هذا غريب. هي ماهر، هل ستقوم بذلك أم لا؟ قرر الآن. ماهر. هيا زهرة، لنذهب إلى المزرعة ونرى الأبقار، لقد وعدتني. أجل، لن نحتفل اليوم أليس كذلك؟ ماذا تقول؟ هيا بنا زهرة. يا له من رفيق. بالفعل بالفعل. لما لا تأكل يا عصام؟ اللحمة مفضلة عندك، ألا تعجبك؟ ليس عندي شهية، لذا سأخرج للنوم، تصبحون على خير. هل حدث شيء لعصام؟ لابد أنه يدرس كثيرا. عفوا، سأذهب لرؤيته. عصام ماذا حدث لك؟ أعتقد أن الله يعاقبني لأني سرقت الحلوى. عصام سنك متسوس. متسوس؟ أجل سوف أخبرهم بالأمر. انتظر انتظر سامر، لا تخبر أحدا. ماذا؟ ولكن أنا متأكد أن الأنسة إيمان ستنصحني بخلع الدرس. أجل. Thank you.
طعمه لذيذ جدا. لقد استمتعت بالطعام. ألا تعتقدين أنه يتصرف بطريقة غريبة؟ ما به؟ لا أدري. سامر، أتعرف ماذا حدث لعصام؟ أنا لا أعرف شيئا. كيف حدث لي هذا؟ لم أتوقع وجود السن المتسول. عصام، هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ هل أستطيع الدخول؟ عصام، أهلا آنسة إيمان، ماذا تريدين؟ أهلا أهلا. هل تؤلمك أسنانك عصام؟ لا لا أعاني من شيء. حقا؟ إذا افتح فمك لأرى أسنانك. مستحيل. عصام، أنا متأكدة أنك تعاني من ألم، دعني أرى فمك. مستحيل. إن كان الألم لا يسمح لك بتناول الطعام فيجب أن تخلع الضرس. أخلعه؟ هذا خطير، يجب أن تخلعه فورا. لا مستحيل، اتركيني لوحدي. لن تتحمل الألم بعد ذلك. تقصدين ذكي؟ يا لك من جبان. لا تهتمي بي، اتركيني وشأني، اتركيني. لن أتركك وحدك. إيمان، ما هذه الضجة؟ ماذا حدث؟ عصام يعاني من ألم في أسنانه. هذا سيء جدا وخطير. لكني أعتقد أنه أمر لا يخصك، اتركيني وشأني لو سمحت يا عمة. ماذا تقول؟ أنا أعيش لوحدي، عندما أنام، عندما أكل، هذه هي حياتي. أنا أحب العم رجاء وسامر، وأجد الآنسة إيمان لطيفة. لقد صبرت على الدروس والمحاضرات، ولكني منزعج ولم أتحمل شيئا، والآن تريدون أن تخلعوا ضرسي. لا تقصوا علي هكذا، هذا يكفي. هل أنت متأكد؟ لا أريد أن أخلع ضرسي لأنها تسوست. لا أحب الآنسة إيمان، لا أحبها. لقد فقدت صبري لأن عصام قال كلاما سيئا يا خالتي. لقد قال عصام قاله لأنه خائف من آلام خلع الضرس يا إيمان. لا أعتقد ذلك، ربما كان هذا فعلا ما يريد عصام أن يقوله. إذا لم يرجع ماذا سأفعل؟ الذنب ذنبي. عصام، ها؟ ليس هنا. أين ذهب يا ترى عصام؟ عصام، ليس على الشجرة أيضا. إلى أين ذهب يا ترى؟ لا أظنه ابتعد عن القرية. اسمع، عندما تسوس سني العام الماضي شعرت بضرورة الهرب إلى أي مكان. ماهر؟ كنت أمزح معكما، ألا تتحملان الدعابة يا سامر ويا زهرة؟ هل أنت جائع؟ أنت قلق علي، أليس كذلك؟ خذ. هل تتسوس أسنان الكلاب يا ترى؟ هل أذهب لخلع ضرسي؟ لم أستطع أن أجده بعد طول بحث، بحثت عنه قرب النهر، أين يكون؟ عصام، لابد أن عصام جائح. ربما أنساه ألم ضرسه التفكير بالطعام. مسكين عصام. لقد قررت أن أرحل غدا إلى المنزل. ماذا؟ إذا رجعت إلى منزلي عصام سيعود، أعتقد ذلك. لم أعد أتحمل هذا الألم، وقد قررت خلع ضرسي لوحدي. اسمع، لا تهرب فجأة، يجب أن أتحدى قراري. توقف، لا تركض. توقف بوبي، توقف. لا تركض، توقف. أنت تتجه نحو منزل السيدة رجاء. Thank you.
إنه صوت بوبي. إذا عاد عصام. عصام أين أنت؟ عصام 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 أين أنت؟ عصام 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 عصام. إيمان لابد أنك غاضبة مني وأنت أيضا يا عمتي. سمعت صوت بوبي ففكرت أن عصام عاد. ربما يكون في مكان قريب لكنه لا يستطيع الظهور لأنه قال كلاما سيئا اليوم. عصام ولد حساس، مسكين عصام. إيمان أبكيتني. ألم أسناني يزداد سوءا يزداد سوءا. هاي ماهر، هل سيحضر عصام اليوم أم ماذا؟ أجل، بعد رؤية الدخان سيعود حتما. هذا مؤكد، إنه يحضر دائما هذه الاحتفالات التي تقيمها فرقتنا. تهيب البارحة. صحيح، مؤكد سيحضر اليوم حتما. سوف أصبح عضوا بالفرقة. أجل، إذا زيدوا كمية الدخان. عمل ماهر من أجل عصام بادرة لطيفة. عصام عد، وإلا فإن الأنسة إيمان سوف ترحل. إذن يا خالتي سأرحل أنا. إيمان هل أنت جادة؟ أجل، اعتذري نيابة عني لعصام عندما يعود. عصام يعاني كثيرا خالتي. بوبي اهدأ، ما هذا؟ هذا دخان الفرقة. والآن سنقيم الحفل المعتاد للفرقة القوية، موافقون؟ موافقون. من الآن فصاعدا لن يمر أحد من هنا إلا بموافقتنا نحن أعضاء الفرقة، وإلا اتفقنا؟ أجل. لا، من العنف أن نعاقب الناس. اسمعي زهرة، نحن لا نعاقب الناس، إنها مجرد لعبة أطفال. أسامحكم إذن، لكن يجب أن يكون لي دور معكم يا ماهر. طبعا طبعا يا زهرة، أنت معنا. لا، غيرت رأيي، لن نلعب قبل أن نجد عصام. إن لعبتنا ليس لها أي معنى بدونه يا ماهر. ألا تنتظرين قليلا؟ سامر وأصدقائه يبحثون عن عصام. أترون لم يأتي عصام؟ لقد عاد عصام. عصام ماهر. عصام عصام عصام، أنت رجل حقيقي عصام، أنت تفي بوعدك دائما. عصام هنا كما قلت لكم أيها الأصدقاء. هل أنت بخير عصام؟ ساعدني، الألم يقتلني. هل ازداد الأمر سوءا؟ أحضر الآنسة إيمان واطلب منها خلع درزي أي أسرع. حسنا، سوف أذهب وأعلمها بالأمر. أسرع سامر. الوداع خالتي. آنسة إيمان. سامر انتظري يا آنسة. ماذا حدث؟ عصام يريدك، يطلب منك خلع ضرسه يا آنسة. عصام أرجوك أسرعي، وجهه يعبر عن مدى ألمه. هذا صحيح. خذني إليه سامر، سأذهب بالعربة. انطلق هيا. أسرع. فجأة توقف الألم وشعرت أني على ما يرام، وعندما اعتذرت من الآنسة إيمان قررت البقاء معنا وعاد كل شيء كما كان. بعد الانتهاء من حل المسألة ينتهي درس اليوم. عصام،
هل تسمعني؟ أجل لا تتوقف حتى تنهي المسألة، مفهوم؟ لكن قلت إن الدرس ساعتان فقط. أنهي درسك وسوف أمنحك فرصة للنزهة. الشيء الوحيد الذي تغير هو أني خلعت ضرسي، ولكن كما تقول الأنسة إيمان سوف ينبت لي ضرس آخر مكانه، أتمنى ذلك.